بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موضوعنا هيبقى تشابتر جديد اسمه الإنامل. كنا المفروض في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا على التوث ديفلوبمنت، ازاي السنة نفسها اتكونت من ساعة ما كانت مجرد خلايا بسيطة لحد ما بدأنا يتكون دنتين وإنامل والكراون خلص وكده، شفنا الروت فورميشن ازاي بقى في دنتين وسمنتم في الروت، وعرفنا القصة دي من بدايتها لنهايتها. بداية من الشابتر ده هناخد كل تيشو لوحده، انامل دنتين سمنتم وبعد كده البالب والبريدونتال ليجمنت، نشوف كل تفصيلة فيه هي عبارة عن ايه، لان في تفاصيل كتيرة في كل تيشو من دول. من غير ما نطول في البداية نخش في الموضوع على طول. دي محاضرة احنا كنا عاملينها انا ودكتور عنكيلي في الجامعة وصورناها ونزلناها، لكن الفيديو اعتقد في ناس كتيرة بيقولوا ان هو الصوت مش واضح او عايزين برضو سلايدز الباوربوينت او الفيديو زي دلوقتي يعني، فهنعمله مع بعض وناخده على اجزاء. هو الشابتر مش طويل قوي ومش قصير يعني، يعتبر متوسط، فهناخده على مراحل بحيث الموضوع يتفهم بالنسبة لنا بطريقة ايه ايسر شوية. طيب مبدئيا طبعا الانامل احنا بنعتبره في التوث بالنسبه لنا حاجه فاليوبل جدا، حاجه مهمه جدا جدا جدا، ليها كاركترز ومواصفات وكلها مبنيه على الفانكشن بتاعتها، مبنيه على الهدف الرئيسي من وجود الانامل. هو ايه الهدف الرئيسي من وجود الانامل؟ هدف الانامل الرئيسي ان هو يحمي الكراون بتاع السنه، دي نمره واحد. ثانيا يبقى عندي تيشو قوية جدا على السطح الخارجي من السنين، اقدر اكل واضغط واستخدمه في الماستيكيشن بتاعي. فبالتالي كل المواصفات الانامل مبنية على خدمة الفانكشن بتاعتها. طيب خلينا نشوف مع بعض ايه هي الايتمز اللي هنتكلم عنها في الشابتر كله كده على بعضه. هنبدأ بالمواصفات الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، دي المواصفات بتاعت الانامل كتكوين فيزيكلي اند كيميكلي. بعد كده هنخش جوه في الهيستولوجي اوف انامل، نخش جوه الانامل ونشوف هو تحت الميكروسكوب عباره عن ايه، هنشوف كل الاستراكشرز اللي فيه، وهنشوف حاجه اسمها انكريمنتال لاينز يعني البنى بتاع الانامل حصل على مراحل، فالمراحل دي عملت خطوط او عملت علامات بنسميها انكريمنتال لاينز، وهنشوف بعض الحاجات الزيادات اللي ممكن تكون موجوده وممكن لا، هنشوف مواصفاتها وشكلها ايه. سيرف ستراكشرز الشكل الخارجي للانامل، السطح الخارجي خالص للانامل اللي ممكن اشوفه بعينيا او اكبر ماجنيفيكيشن، ابص على السطح الخارجي للانامل اشوف ايه هي الحاجات الموجوده عليها. وهننتهي بحاجتين، الاي تشينجز موضوع بسيط اللي هو ايه التغيرات اللي حصلت للانامل مع مرور العمر او مع مرور الوقت، واخر حاجه خالص الاميلوبلاست الخليه المسؤوله عن تكوين الانامل، ايه قصه حياتها من ساعة ما كانت مجرد خلية وعملت الإنامل، والإنامل ليه مراحل لحد ما انتهت وماتت، فأنا مسميها اللايف سايكل أو اللايف هيستوري أوف أميلوبلاست. طيب هنبدأ أول حاجة بتعريف الإنامل. إيه هو الإنامل؟ الإنامل هو التشو that covers the anatomical crown of the tooth، يعني هو التشو أو هو الجزء اللي بيغطي الكراون. طب يعني ايه اناتوميكال؟ كلمة اناتوميكال يعني بالاناتومي تشريحيا، اي جزء متغطي بالانامل بسميه اناتوميكال كراون، وده يختلف طبعا عن كلينيكال كراون اللي احنا عرفنا قبل كده ان هو عبارة عن جزء انا شايفه بعينيا بغض النظر هو كان انامل او كان سمنتم او كان اي حاجة تانية، لكن اناتوميكال كراون يبقى لازم يكون فيها ايه؟ انامل. فالانامل طبعا بيغطي الكراون بتاع السنة، تحتيه سواء كان في الكراون او في الروت عندي جزء كبير اللي هو الدنتين، الروت متغطي بالسمنتم، ونهاية في قلب السن عندي ايه؟ البلب. احنا في بعض كده الاحيان بنوصف السن ان هي عبارة عن دنتين، ان هو الدنتين ده المين بالك بتاع السن، هو اللي واخد جزء كبير قوي، حيز كبير قوي من السن، متغطي في الكراون بالانامل ومتغطي في الروت بيه السمنتم، وفي قلبه جواه البالب اللي هو السوفت تيشو الوحيد هو اللي موجود ايه في قلب الدنتين من جوه. فبالتالي ده قصه او شكل الانامل. طيب الفيزيكال بروبرتيز، ما المقصود بفيزيكال بروبرتيز؟ هو اي حاجه اي صفه اقدر اقيسها اقدر اشوفها، حاجه
موجودة قدامي، ممكن أقيسها بوزن، ممكن أقيسها بطول، ممكن أقيسها بأي أيا كان المقياس بتاعي. طيب إيه أول حاجة هشوفها في أي سنة؟ هو اللون بتاعنا. يعني إيه اللون؟ الكالر بتاع السنة. طب هو السنة ليها كالر إيه؟ قال لك ده لا، في اختلافات، الكالر ممكن يختلف من شخص للتاني على حسب إيه؟ حتى إحنا في العيادة بيبقى عندنا إن شاء الله لما نكبر في حاجة اسمها شيد جايد. شيد جايد يعني جايد لكل الشيدز، كل الالوان بتاعه الاسنان. هتلاقي مصفره شويه، مبيضه شويه، جراي شويه، حسب كل واحد والتاني اقدر اعمل ماتشنج. لو هركب سنه او لو هحط حشو اقدر اشوف واقارن، وكل لون من دول يبقى ليه رقم، فخلاص اقدر اقول للمعمل معلش صنع لي كراون او صنع لي تركيبه، او انا اقدر اعمل حشو باللون الرقم الفلاني. هو الرقم الفلاني ده خلاص معروف في كل المعامل او في كل الدنتيشنز ان هي فيها اللون ده، فبالتالي الكالر اقدر اقيسه. اقدر اقيسه ليها فاليو، وفي انواع تانية من المقياسات في الكالر اقدر اقيس بيها، لكن مين لي طبعا اقدر ايه اقيسها، اقيس الكالر وليه رقم، زي مثلا فور اكزامبل A1 A2 A3 وهكذا لحد ما كل الالوان بتاعتنا ايه تكون موجودة. اللون بتاع السنة هو ايه؟ قال بص بقى، احنا السنان هي مش لون الانامل اللي باين، لا ده لون الدنتين. الله، ازاي؟ اصل الانامل بسميه ترانسلوسنت. يعني ايه ترانسلوسنت؟ يعني هو بيسمح بمرور بعض الضوء وبيبين لون الحاجة اللي تحتيه، حاجة اللي وراه. ايه هي الحاجة اللي وراه؟ هو الدنتين. طب الدنتين لونه ايه؟ الدنتين لونه مصفر شويه، لونه يالو. فالانامل كل ما كان شفاف اكتر هيبقى السنه مصفر اكتر، والعكس كل ما كان اقل شفافيه لون الدنتين مش هيبان، فالسنه هتبان مغمقه شويه، لونها رمادي كده شويه. فبالتالي الكالر بتاع الانامل هو ما اقدرش اقول ان هو ليه كالر، هو بيبين الكالر اللي تحتيه. الرينج بتاعنا او اللون بتاعنا يتراوح من يالوش الى جريش وايت، فهو وايت لكن مصفر ولا جريش على حسب الترانسلوسنسي بتاعت الانامل، وعلى حسب كمية الكالسيوم اللي فيها. كل ما كمية الكالسيوم تزيد او تقل ده هيغير في اللون اللي انا شايفه ايه بعيني. فبالتالي اقدر اقول كونكلوجن كده في الاخر، ان لو الانامل ترانسلوسنت يعني شبه شفاف هيبين لون الدنتين لونه ايه؟ لونه يالو. وكل ما كان الانامل اوبيك، اوبيك يعني معتم او مش بيسمح بمرور الضوء، بيبقى لونه جريش ان كولر. ودي اول صفه من صفات الفيزيكال بروبرتيز. تاني صفه السمك بتاعه او الثيكنس. طب الانامل هو ثيكنس بتاعته اقل فين واكتر فين؟ نرجع لمرجعنا ان هو بيعتمد على حسب الفانكشن بتاعت الانامل. اكتر فانكشن واهم فانكشن للانامل او للسنه ان انا عايز اعمل عليها ماستيكيشن، عايز امضغ. فهتلاقي في الانسايزال ايدج او في الكاسب تيب زي السنه دي، هنا الكاسب تيب اهو وهنا الكاسب تيب، هتلاقي ثيكنس بتاع الانامل، السمك بتاع الانامل كتير شويه. وكل ما انزل سيرفايكلي 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 خلاص والانامل ينتهي، هتلاقي بقت قريبه من نايف ايدج، قريبه ان هي تبقى ايه رفيعه قوي. فطبعا الانامل الثيكنس بتاعه فاريبل، يتراوح ما بين 2 ل 2.5 عند الكاسب تيب والانسايزر ايدج، ده السمك الكبير بتاعنا، وبيقعد يقل لحد ما انزل سيرفايكلي لحد السمنتو انامل جونكشن، هلاقي ان الثيكنس اولموست نايف ايدج، يعني عامل كده زي الايه؟ زي السكينه. ده في البيرمننت تيث. في الديسيدوس برضه نفس القصه، ان هو طبعا كبير عند الكاسب تيب والانسايزر ايدج، لكن عند السمنتو انامل جونكشن، يعني دي معلومه سابقه لوانها هنعرفها بعدين، ان هي ends abruptly. abruptly يعني فجأة، مش بيقل تدريجيا، لا تلاقي كده 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 فجأة ايه بقى الانامل قفل وخلص. فدي معلومة صغيرة بس نعرفها في السريع، لكن الفكرة ان الثيكنس طبعا اكتر عند الكاسب تيب والانسايزر ايدج، علشان هنا في مضغ وفي اكل، فمحتاجين قوة او محتاجين ثيكنس ايه اعلى شوية. طيب وده هيكون مرتبط بالفانكشن اللي بعديها اللي هي الهاردنس. هل الانامل هارد ولا مش هارد؟ الانامل فيري 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 هارد، ده لدرجه ان احنا هنقول ان الانامل هو اقوى تيشو في جسمي كله. يعني ايه اقوى تيشو؟ اقوى حاجه، اقوى من الدنتين، اقوى من البون،
اقوى من السكال، اقوى من العظم ايدك ورجلك. الله، طب هي كلمة اقوى واضعف دي انا قستها على اساس ايه؟ على اساس كمية الكالسيوم اللي موجودة جوه، او كمية الان اورجانيك بارت اللي موجود في الانامل. طب هو الانامل فيه كالسيوم؟ ده فيه كالسيوم كتير جدا، انا اعرف بالظبط كمان شوية النسبة بتاعته. فبالتالي هو الانامل فيري 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 هارد، واقول ان هو ذا هاردست تيشو في الجسم كله، علشان حاجتين: عنده هاي كونتنت، نسبة كبيرة من المينرالز، مينرالز يعني زي الكالسيوم فور اكزامبل او فلورايد، والشكل بتاع المينرالز دي على شكل كريستالاين، كريستالاين عامل زي الكريستالات كده يعني، وداخله جوه بعضها، فعامله قوه زياده، عامله شكل يدينا كمان قوه زياده. فالنقطتين دول بيدونا ان الانامل بعتبره the hardest calcified tissue in the body. طيب الاقوى في البيرمننت طبعا عن الديسيدوس، دي معروفه. طيب واقوى عند السطح وإلا كل منزل ناحية الدنتين، يعني السطح الخارجي من الإنامل أقوى من السطح الداخلي أو الجزء الداخلي من الإنامل برضو كالعادة. ليه؟ علشان ده اللي همضغ عليه وآكل عليه، فلازم السطح الخارجي يبقى إيه؟ قوي بالنسبة لي. وطبعا أكتر زي ما احنا اتفقنا عند الكسب والإنسايزر ريدج عن السيرفايكال لاين. فالهاردنس بتاعي بتاع الإنامل تاني قوي جدا عند السطح الخارجي ويقل كل ما أروح ناحية الدنتين، وتاني قوي جدا عند القصب والانسايز ايدج، وكل ما انزل سيرفايكلي ايه بيقل. تمام، يبقى الكولر قلناه، الثيكنس قلناه، الهاردنس قلناه. جه دور على عيب في الانامل ان هو بريتل. يعني ايه بريتل؟ بريتل يعني قابل للكسر. الله، ازاي هو قوي جدا وقابل للكسر؟ اشهر واسهل مثال عندنا ازاز. هات لوح ازاز وامسكه في ايدك، هل تقدر بسهولة ان انت ماسك اللوح ده تشده انك تكسره، او انت بايدك تضغط عليه وتكسره؟ لا، لان هو هارد جدا. بس لو سبته وقع على الارض او على حاجة ناشفة، اوب، هيتكسر. ليه؟ اصله بريتل. عشان كده في الانامل هو فيري هارد لكن بريتل. طب البريتل ده يعني كده استنى تتكسر بسهوله؟ قال لك لا، الحمد لله ربنا عمل تحت الانامل عمل تشو اسمه الدنتين. الدنتين عامل زي المخده، يقدر يمتص الفورس. فالانامل لو الضغط زاد عليه قوي وخلاص هيكسر، لا، الضغط ده بينتقل لمين؟ للدنتين. هو بيمتص الفورس دي، فبنحمي الانامل من اي بريتلنس عليها. زي كده لما يحصل بتاكل مثلا رز وتلاقي كده في نص الرز كده في حاجه ناشفه قوي، لو ضغطت جامد قوي المفروض ان الانامل يتكسر، يطق كده اهو، اصله خبط في حاجه ايه ناشفه صادنلي، لكنه واقع عليها حاجه ناشفه. لكن وجود الدنتين تحتيه بيحميه من القصه دي. فبالتالي عيب الانامل ان هو فيري بريتل، لكن دي متعوضه عن طريق الدنتين. ودي من ضمن الحاجات الفانكشنز اوف دنتين بعد كده، ان هو بيغطي او بيحمي الانامل من اي كسر مفاجئ ممكن يحصل فيه. اخر فيزيكال بروبرتي عندنا هي بنسميها البيرميابيليتي. بيرميابيليتي يعني هل هي بتسمح بمرور الايونز او بمرور حاجات ولا لا. هنقول بكل بساطه ان الانامل سيمي بيرميبل، واشهر حاجه ممكن تعدي وتخش جوه الانامل، موجود في كل معجين السنان، وموجود حتى في مية الحنفية العادية بتاعتنا، وموجودة في الشاي، موجودة في أكل شرب كتير بالنسبة لنا، هو الفلورايد. الفلورايد دي مادة تقدر من خلال معجون السنان بس وانت بتفرش، المادة دي بتخش في الانامل، والانامل عشان هو سامي بيرميبل بيسمح بمرور الاينز الصغيرة، يقدر يدخل ايه الفلورايد داخليا ويقوي الانامل اكتر، وده نعرفه ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. لكن نفس البريميريتي دي هتمشي على حاجات تانية، السجاير، الدخان، القهوة، الشاي، كل دي برضو علشان الانامل سامي بيرميبل، اي حاجة من الحاجات دي كلها ممكن تلتصق او تخش جوه الانامل تغير في اللون بتاعه. فهي زي ما هي ميزة فهي برضو تعتبر عيب لو استخدمنا او اكلنا وشربنا بطريقة ايه غلط شوية.
فبالتالي وجود الفلورايد مهم، يخش في تكوين الأسنان في تكوين الإنامل ويقدر يقويه أكتر شوية. الخمس صفات دول الفيزيكال بروبرتيز اوف انامل، كلر، ثيكنس، هاردنس، والعيب بتاعنا اللي هو بريتل والبرميبيليتي، دي كلها بنعتبرها فيزيكال بروبرتيز، حاجات اقدر اقيسها. اقدر اقيس الكلر قلنا بالشيت جايد، اقدر اقيس الثيكنس طبعا بالملي، الهاردنس ليه مقياس قد ايه هو هارد بالارقام، البريتلنس نفس القصه امتى ممكن يحصل كسر بعد ضغط قد ايه، والحاجات دي كلها ليها برضو قياسات، والبرميابيليتي هل هو بيسمح بمرور الايونز ولا لا، طب بيسمح بحجم قد ايه، دي كلها نقدر نقيسها، فبرضه دي تعتبر ايه فيزيكال بروبرتي بالنسبه لنا. النقطه اللي بعديها اللي هي الكيميكال بروبرتيز. يعني ايه كيميكال بروبرتيز؟ يعني قد ايه من السنه داخليا من جوه كده لما حلله قد ايه في جزء ان اورجانيك وجزء اورجانيك. ايه هو الان اورجانيك وايه هو الاورجانيك؟ بكل بساطه الان اورجانيك اي حاجه صلبه، اي حاجه هارد. يعني هنا في المثال بتاعنا هو اكتر حاجه الكالسيوم او فلورايد ايا كان. طب يعني ايه اورجانيك؟ العكس، اي حاجه سوفت، اشهرهم الميه، اشهرهم البروتين، اشهرهم الليبيدز، وهكذا. كلها دي حاجات بعتبرها ايه اورجانيك بارت. طب قد ايه من الانامل صلب ان اورجانيك وقد ايه اورجانيك؟ قال بص النسبه دي مهمه جدا، 96% 96% من الانامل عباره عن ان اورجانيك، يعني حاجات صلبه. في صوره ايه؟ الكريستلز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه بتاعت الكالسيوم بتاعنا موجوده على شكل او على اسم بنسميه هيدروكسي ابوتايت. يبقى هيدروكسي ابوتايت ده مقصود بيه الجزء الان اورجانيك بتاع الانامل وبتاع الدنتين وبتاع البون، اي حاجه هارد لازم يكون فيها ايه هيدروكسي ابوتايت. هنا النسبه كام؟ 96%، ده اكتر حاجه في جسمك كلها. طب نسبه الاورجانيك بارت اللي فيها بروتين ووتر مجرد كام؟ 4%. طيب النسبه دي كتيره، طب يعني كتيره قوي ولا كتيره عاديه؟ قال لك بص عشان تبقى عارف، اللي بعديه في الترتيب اللي هو الدنتين وشويه البون 70% او 85%، ففي فرق كبير جدا. يعني الانامل ده في حته كده لوحده خالص، الهيدروكسيبتايت بيرسنت بتاعته 96% بعيده جدا عن اللي بعديه اللي هو الدنتين والبون وبعديهم السمنتم كمان، فالنسبه دي عاليه جدا. لكن نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا هنا، بنقول ايه؟ ان هي النسبه دي باي ويت. يعني ايه باي ويت؟ يعني الوزن بتاعه، يعني لو وزنت الان اورجانيك بارت ووزنت الاورجانيك هنلاقي معظم الوزن 96% من الوزن عباره عن ان اورجانيك و4% بس من الوزن اورجانيك. طب باي فوليوم، باي حجم ايكوال. معلش بقى فهمها لنا دي يا دكتور، يعني ازاي باي ويت 96% و4 وباي فوليوم ايكوال؟ قال لي يا عم بكل بساطه هنجيب علبتين، علبه وعلبه، العلبه دي والعلبه دي هما الاثنين نفس الفوليوم نفس المساحة، لكن العلبة دي مليتها ذهب وعدنا يا رب، والعلبة التانية مليانة قطن. مين التقيل؟ طبعا العلبة اللي مليانة ذهب تقيلة جدا والقطن خفيفة جدا، رغم اللي هما الاثنين نفس الفوليوم. ده هينطبق علينا في الانامل. الانامل باي ويت عنده 96% من وزنه ان اورجانيك اللي هو كالسيوم على فوسفورس وفلورايد والحاجات دي كلها، و 4% بروتين ووتر. طب باي فوليوم؟ لا ده الاثنين زي بعض. ف ده الكيميكال كومبوزيشن اوف انامل، طبعا لازم نبقى حافظينه وعارفينه كويس قوي، وفيما بعد هنبتدي نقارن بينه وما بين التيشوز التانيه من ناحيه الفيزيكال اند الكيميكال بروبرتيز.